احنا طبعا مش سعداء بالنتيجة اطلاقا. انا اعتقد ان احنا كنا مفروض ان احنا نكسب ماتش زي ده، يعني بسير احداث المباراة احنا كنا الفريق الاحق بالمكسب. ضيعنا فرص كتير جدا، وده بقت هي مشكلتنا الازلية دلوقتي. احنا كل ماتش دلوقتي بنضيع كمية اهداف كبيرة جدا، اهداف كمان الواحد بيقعد يهز دماغه ازاي الكرة دي بتضيع عرضة وكور بتعدي على الخط الجون وحاجات وانفرادات بقى كل ماتش كده. فدي بقى اكبر عدو لينا حاليا ان كمية تضييع الاهداف اللي احنا بنضيعها. كمان رغم كل ده بقول الحمد لله كمان ان احنا ما خسرناش بالكرة اللي جت في اخر الماتش في هجمة مرتدة، وكان كمان بعد كل ده كان ممكن كمان نخسر. فبصراحة مش عارف، التوفيق غايب بشكل كبير جدا. طبعا حزانة جدا وزعلانين جدا عن النتيجة، لكن انا سمعت ان الماتش التاني برضو مديامة والفريق التاني تعادلوا، فبالتالي الوضع يبقى كما هو عليه في المجموعة. كل حاجة لسه مطروحة، كل حاجة لسه مفتوحة ان شاء الله الصعود. تالي كلمة انهيار دي كلمة قاسية جدا ومبالغ فيها جدا من حضرتك. احنا الشوط التاني كنا برضو مش سيئين كده، لا بالعكس احنا خلقنا فرص الشوط التاني، ضعنا كرة في العرضة كان لنا فرص اكتر. المنافس ما راحش على الجون بتاعنا الشوط التاني غير مرتين، مرة اللي هي الكرة اللي جت في العرضة، غير كده المنافس ما راحش خالص على الجون. فكلمة انهيار دي كلمة اعتقد انها مبالغ فيها جدا. اول حاجة طبعا هنتكلم مع اللعيبة، نبدأ نديلهم الثقة. في لعيبة فقد الثقة وده واضح جدا في كمية الفرص اللي بتضيع، هنتمرن عليها. احنا بنتمرن اصلا على الموضوع، لكن لازم نزود ده. في صعوبة ان احنا ما بتلعب كل 3 ايام ماتش مع السفر، بيبقى في صعوبة ان اللعيبة اللي بتلعب الماتش اللي انت عايز تمرنهم على الموضوع او الفينش بيبدأ ان هو بيعمل استشفاء، مبقاش موجود، بيبقى عدد التمارين اقل. لكن دي مش حجة، انا لازم نشتغل اكتر ولازم نتمرن اكتر على موضوع تضييع الاهداف ده لغاية لما العقدة دي تفك ونبدأ ان احنا نرجع نجيب جوان تاني، لان الموضوع بقى فعلا صعب جدا. خلق الفرص لأجنحة بتخلق الفرص دي كلها، ده اصلا عنصر نجاح. يعني ان هم بيوصلوا للجون كل ده يعتبر ان هم كويسين. لكن في نقطة مهمة جدا، ان الناس مش معانا في التمرين. الناس مش معانا في التمرين وبتشوف اللعيبة دي، الناس الجمهور بيقعد يتكلم على لعيبة معانا بالاسم وهو ما شافهاش ومش شايف حالتها في التمرين عاملة ازاي. كريستو مثلا مصاب بقاله فترة طويلة كمان، ولسه ما لعبش، ما اتمرنش غير تمرينتين بس قبل ماتش النهاردة. فمستحيل ان انا انزله في ماتش زي ده وهو مصاب كل ده. احمد عبد القادر معايا في التمرين كل يوم، بتفرج عليه كل يوم. في النهاية انا بختار من وجهة نظري اللعيب اللي يكسبني، اللعيب اللي انا شايفه في التمرين يأدي معايا اللي هو يساعدني. اكيد لو انا عندي لعيب يكسبني، يعني انا اكيد مش هضحي بنفسي، انا عايز اللعيب اللي يكسبني. فانا اللعيب اللي بيكسبني بختاره من وجهة نظري، وهم معايا في التمرين كل يوم. ويمكن في يوم من الايام لو انتوا اتفرجتوا على التمرين يبقى لكم راي زي رايي.